مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم العرض الرئيسي لهذا المساء. التقى اليوم معالي رئيس الوزراء بايمي باداكي ألبير، المدير التنفيذي لشركة ويل ليبيا إبراهيم غيوق عيس، وقد تطرق اللقاء تطوير العلاقات وزيادة أنشطة الشركة في البلاد. خالد موسى الحاج. تعتبر شركة أويل ليبيا واحدة من الشركات الفاعلة في مجال توزيع المنتجات النفطية في تشاد، لذلك تأتي مقابلة رئيس الوزراء بايمي باداكي ألبير للمدير التنفيذي لشركة أويل ليبيا إبراهيم بوغاعيغيس بهدف التباحث حول إمكانية تطوير أنشطة الشركة في البلاد وفتح الآفاق المستقبلية أمام الشركة لزيادة استثماراتها. الزيارة تأتي أيضا في إطار حرص الشركة على تعزيز التعاون والتبادل. رئيس الوزراء فهيمي باداكي ألبير أكد استعداد الحكومة التشادية لفتح المجال أمام شركة أويل ليبيا لزيادة استثماراتها، مشجعا إياها على الاستمرار في تطوير أنشطتها وخدماتها. المدير التنفيذي لأويل ليبيا إبراهيم بوغاعيغيس متحدثا عن أهم ما جاء في هذه المقابلة. شركتنا ليبيا أويل تشاد تعمل في تشاد منذ قريب ما يقارب من 20 سنة، وتشاد دولة مهمة ونحن سعداء بأن نحن وجودنا هنا واستثمارنا فيها. وبحثنا مع سعادة رئيس الوزراء والسيد سعادة وزير البترول وبقية الفريق ما هي الإمكانيات أن نوفر المجال ل استمرار في الاستثمار وتوسيع نشاطنا في تشاد، وطبعا مما يخلق فرص عمل إضافية وتحريك للاقتصاد ومساهمة في تطويره. هذا وتبقى الإشارة إلى أن شركة أويل ليبيا تابعة لمجموعة ليبيا أويل القابضة، وهي تعمل في مجال توزيع وتسويق المنتجات النفطية في العديد من دول القارة الأفريقية. كما استقبل معالي رئيس الوزراء بايمي باداكي ألبير خبير المكتب الدولي للعمل ألكسندر كاتيب، التعاون يهدف إلى تعزيز الحوار والتفاوض والتنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية على قائمة المباحثات بين الطرفين. تقرير خالد موسى الحاج. في إطار التعاون الفني بين المكتب الدولي للعمل والإطار الوطني للحوار الاجتماعي CNDS بهدف تعزيز الحوار والتفاوض بين مختلف الأطراف، تجيء زيارة مبعوث المكتب الدولي للعمل الخبير من مؤسسة كومبيتانس فينانس ألكسندر كاتيب، والذي جاء برفقة رئيس الإطار الوطني للحوار الاجتماعي عباس سيتشي لمقابلة رئيس الوزراء بايمي باداكي ألبير. المقابلة تناولت مهمة مبعوث المكتب الدولي للعمل ألكسندر كاتيب والمتمثلة في تقديم الدعم الفني للإطار الوطني للحوار الاجتماعي ووضع تصور للخروج من الأزمة وإنعاش الاقتصاد الوطني. وخلال المقابلة تحدث الجانبان حول أهمية تعزيز الحوار والتفاوض وتوحيد الرؤى والجهود من أجل مواجهة تحديات الأزمة والتغلب عليها. ألكسندر كاتيب قال إن زيارته إلى تشاد جاءت بغرض تشخيص الوضع الاقتصادي في البلاد ومن ثم تقديم مقترحات لحل الأزمة، وكذلك الاهتمام بتنويع الاقتصاد من خلال دعم منتجات قطاع الثروة الحيوانية والزراعية، وذلك تماشيا مع الجهود المبذولة من قبل الحكومة في إطار الخطة الوطنية للتنمية ورؤية تشاد للعام 2030. وأضاف الخبير ألكسندر كاتيب أنه عقب تشخيص الوضع الاقتصادي سيجري دراسة، هذه الدراسة ستعرض ما بين نهاية شهر نوفمبر وبداية ديسمبر من العام الجاري.